يا ترى ضرب الفنانين في الأفلام والمسلسلات حقيقي ولا تمثيل؟ خناقة أو ضربة قلم على الوش من فنان لفنان كفيلة تخلي المشهد ده ترند في لحظتها، وده بسبب إن الجمهور بيفضل يقول يا ترى مشهد حقيقي ولا كده وكده. بس في فنانين بيبقى عندهم إصرار على تنفيذ المشاهد اللي فيها ضرب ومن غير ما يستعينوا بدوبلير أو يركبوا صوت ضربة القلم على المشهد. ومن أشهر الفنانين اللي اعترفوا إنهم ضربوا زمايلهم بجد في مشاهد من أعمالهم كان الفنان كمال أبو ريا، اللي قال مسلسل سوق العصر من أجمل الأعمال اللي قدمتها، وضربت غادة عبد الرازق قلم حقيقي في المشهد والتصوير اتوقف لمدة يومين، واعتذرت لها وقلت لها ما كانش قصدي والقلم ده المفروض ما يكونش حقيقي بس أنا اندمجت في المشهد. وكمان كشفت الفنانة هنا الزاهد كواليس تصوير أحد المشاهد الكوميدية اللي جمعتها بالفنان أحمد السعداني في مسلسل سيب ونسيب، وكتبت على إنستجرام أنا في المشهد ده اتفاجئت أنه ضربني بجد وأنا بتكلم ومناخيري وجعتني بجد. وحكت الفنانة هلا صدقي عن مشهد اتعرضت بسببه للضرب من الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم الهروب، وقالت وشي ورم واتألمت جدا، والمكير وقتها طلب مني إعادة المشهد بسبب الحسنة اللي كانت في وشي ووقعت، فبكيت لأني هتضرب ألم تاني من أحمد زكي، وتسبب الفنان طارق لطفي بإصابة ونزيف داخلي في الفم للفنانة غادة عبد الرازق وقت مشهد الضرب اللي حصل في مسلسلهم مع سبق الإصرار، ولكن كانت هي موافقة على المشهد من قبل ما يتم تصويره. وأكد الفنان محمد عادل إمام أنه تعرض للضرب من الفنان مصطفى بسيط، وده في مشهد من أحداث مسلسل لمع القط، وكتب على حسابه على إنستجرام المشهد ده سخنت بسيط أنه يضرب محمد أنور بجد، وفي وسط التصوير اندمج وقام وكلنا على أحنا الاتنين. وكمان الفنان ماجد المصري اللي أكد أنه كان بيضرب بجد كل أبطال مسلسل آدم للنجم تامر حسني، وقال في عدد من اللقاءات أنه اندمج في الشخصية بشكل كبير وضرب تامر حسني ومي عز الدين بعنف، وكمان ضرب دينا فؤاد وأغمى عليها بسبب قوة الضرب، وقال الوحيد اللي فلت مني هو الفنان حجاج عبد العظيم بسبب تعب في ودنه. والزعيم عادل إمام اتضرب مرة واحدة بس في حياته من الفنان فاروق الفيشاوي، واللي حكى الموضوع ده أحمد الفيشاوي، وقال في برنامج إن والده عادل إمام كانوا بيعملوا فيلم المشبوه وكان في مشهد بينهم لازم يحصل فيه ضرب، فعادل إمام قال له دورك اعمله زي ما هو عيش يا فشاوي، ففاروق الفيشاوي تقمص الدور بشكل قوي وضرب عادل إمام. لكن في النهاية كل الضرب ده بيبقى في سياق الدراما عشان العمل يطلع بشكل حقيقي والجمهور يصدقه.